بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح بسيط. ومن خلال قوائم التشغيل هندخل على قائمة التشغيل النهاردة، وهي الخاصة بخدمات الدول العربية. خدمات الدول العربية بنقدم تحت هذه القائمة. إزاي تشتري سهم في بورصة الإمارات العربية، وإزاي أفضل أو ما هي أفضل الأسهم في دولة الإمارات العربية. بنروح كده نسأل إزاي تشتري سهم في دولة الإمارات العربية أو في بورصة الإمارات العربية. ولكن بذكرك قبل ما نبدأ شرح إنك فضلا ليس أمرا إنك تضغط لايك تدعيم لهذه القنوات التي تقدم المعلومات، لأن موقع اليوتيوب لم يعد يدعم هذه القنوات التي تحقق مشاهدات قليلة، بل يدعم القنوات التافهة زي المقالب وقنوات شبيهة بقنوات التيك توك وغيرها. فرجاء ادعمنا بلايك حتى تشجعنا على الاستمرار. طبعا يشرفنا انضمامك بالضغط على الزر الأحمر سبسكرايب والاشتراك، وفعل زر الإشعارات و يصلك كل جديد بإذن الله تعالى. أولا، إزاي تشتري سهم في الإمارات بأسهل مما يمكن عن طريق أونلاين. بتفتح الموقع كويس، بتشتري، تدخل على أي شركة تداول أو وساطة إماراتية كويس، هناك شركات كثيرة. ثم تحصل على أول حاجة، بتحصل على رقم مستثمر في البورصة عن طريق انك بتملى طلب متوفر اونلاين في البورصة، ليتم بعدها ارسال رقم استثماري اسمه NIN بشكل مجاني وبدون فرض اي رسوم. وبعدين بتفتح حساب وساطة مالي لدى الشركة، وبعدين بتدخل البيانات الشخصية ثم بتأكدها بياناتك عبر انك ترسل لهم صورة هوية، يعني صورة هوية لك، سواء كانت رقم قومي زي اللي عندنا في مصر او اي دي او اي شيء اللي هو بطاقة او صورة هوية. وبعدين بترسل لهم كمان صورة من كشف حساب بنكي، كشف حساب بنكي في الامارات او في الدولة اللي انت فيها كويس، او بتحول لو انت خارج الامارات بتحول فلوس على بنك احد البنوك الاماراتية، وهذا البنك بيطلع لك صورة من كشف حسابك، وبعدين بتبعت هذه الصورة إلى شركة الوساطة المالية. بعد كده بتختار السهم المفضل لديك، وأسس اختيار السهم أو قبل ما تشتري السهم لابد إنك تتابعه، أعلى سعر بيوصله إيه وأقل سعر. وبعدين بتحدد المبلغ اللي أنت هتشتري به، وبتشحن حسابك في الشركة عن طريق إنك بتحول لهذه الشركة لشركة الوساطة المبلغ المالي اللي انت عايز تستثمر فيه، 1000 2000 درهم اماراتي، 3 4 زي ما انت عايز، بتحوله لحساب بتطلعه في حساب الشركة. ده بالنسبة ازاي تشتري سهم في بورصة الامارات العربية. طب ايه بقى افضل الشركات الاستثمارية، او افضل اسف الاسهم اللي ممكن تشتريها واشهرها في الامارات العربية؟ من أفضل هذه الأسهم بالنسبة للإمارات العربية هو سهم إعمار العقارية. السهم ده رمز التداول بتاعه EMAAR، ودي بتشتغل في العقارات، والقيمة السوقية 20 مليار درهم. شركة أسماك، وهي الشركة العالمية القابضة، ودي الشركة في الصناعات الغذائية، رمز التداول بتاع ASMAT، والقيمة السوقية 68. شركة الدار العقارية، القيمة السوقية 16 مليار درهم إماراتي. بنك أبو ظبي التجاري، وأيضا بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، والإسلامية العربية للتأمين، الإسلامية العربية للتأمين سلامة. ومعانا كمان شركة أرابتك القبضة، شركة أرابتك القبضة، شركة أورنت للتأمين، أورنت للتأمين، بنك المشرق
بنك المشرق. كل دي أسهم مهمة وهامة في الإمارات. طيب، كيف تختار أفضل شركة في الاستثمار في الإمارات؟ أولا، أفضل سهم عشان تشتري منه إنك بتحدد هدفك الاستثماري من شراء السهم. هل أنت هتحصل على السهم ده للاستثمار على المدى الطويل أو على المدى القصير، يعني إنك المضاربة، بمعنى إنك هتشتري السهم لما ينزل سعره وهتبيعه لما ينخفض يرتفع سعره. ده اسمها مضاربة أو استثمار سريع. أما لو أنت عايز تاخد سهم أو تشتري سهم وتتركه مدة طويلة فده اسمه استثمار طويل الأمد، فبتدور على شركة قوية لها مستقبل بتحقق أرباح وبتشتري السهم بتاعها على أساس إن السهم بيزيد، قيمته السوقية بتزيد، وفي نفس الوقت هذه الشركة بتحقق أرباح أو بتوزع أرباح على الأسهم فبينوبك نصيب بما تمتلكه من أسهم. لو أنت جيت شفت نظرة كده على سوق الأسهم الإماراتي، نرقي نظرة على سوق الأسهم الإماراتي. لو دخلنا على موقع مباشر واخترنا دولة الإمارات كده وبصينا على الأسهم، ده السعر، ده السوق، اسمه اسم السوق، وده آخر سعر، وده نسبة التغيير، وفي النهاية أعلى سعر وأقل سعر. فلو شفنا الأسعار وشفنا ده الكلام ده بتاريخ 24/1/2021، الكلام اللي احنا نقوله أسعار الأسهم دي وقت الشرح النهاردة، فهنا عندك مثلا دي سعر الأسهم أبو ظبي الوطنية 52، أسمنت رأس الخيمة 76%، ده طبعا آخر أو سعر آخر سعر حققه السهم النهاردة. أبو ظبي التجاري عامل 6.63% درهم، أبو ظبي الإسلامي 5.2%، ودبي الإسلامي 5.4%، وهنا أملاك للتموين 26%، معانا كماني أركان 90% درهم، الإمارات دبي الوطني 11.55، الدار 3.48. طبعا أنت بتقدر مع كل هذه الأسهم إنك بتشوف وبتتابع، وفي نفس الوقت تقدر تجيب تاريخ أي شركة من هذه الشركات وتشوف السهم بتاعها على مدة إيه أسعاره وإزاي بيطلع وإزاي بينزل. طب لو أنت عايز بقى تعرف أي شركة من هذه الشركات السهم بتاعها أكبر سعر أو وصل له أقل سعر في مدة شهر أو 3 شهور أو سنة، ما عليك إنك بتضغط على اسم السهم. هنختار سهم زي مثلا وليكن سهم أرامكس ده، هتضغط على أرامكس أو كلمة فبيطلع لك آدي الشركة وآدي رمزها، رمز الشركة، وآدي إحنا النهاردة 24، ده تحديث 24 يناير 2021، بيطلع لك هنا بالنسبة للشركة دي إجمالي إجماليات السهم، حجم التداول بتاعه قد إيه، وقيمة التداول قد إيه، وفتح بسعر 4.38 وأغلق بسعر 4.41، أعلى سعر وصل له في الجلسة دي كان 4.38 وأدنى سعر 6.36، 4.36. هتيجي هنا برضو هتشوف هنا السهم، بيانات السهم، أداء السهم، بيانات السهم، وأخبار السهم، يعني أخبار الشركة دي. لو ضغطت عليه بتجيب أخبار الشركة وآخر أخبارها، دي آخر أخبار الشركة، كويس أهو، تقرأ كل حاجة عن آخر أخبار الشركة والسهم، كل ده بتقرأ أخبار عن الشركة. طيب عايز أعرف السهم ده وصل لفين، فبضغط على بيانات السهم وبشوف السهم ده أسعاره وصلت في إيه أو كانت إيه لمدة مثلا شهر أو شهرين أو كده،
هذا السهم، البيانات الأساسية للسهم، اسمه ومجال عمله كويس، والمقر بتاع الشركة، وتاريخ إنشاء الشركة 15 يونيو 2005. خلاص، ده بتاخد أو بتعرف كل المعلومات عن الشركة وهياكل الشركة وفروع الشركة وكل شيء عن الشركة. ده بيانات السهم. السهم نفسه لو انت ضغطت على السهم بتجيب بيانات السهم او تداولات السهم. انزل تحت كده بتلاقوا هنا النهاردة دي التداول بتاعه. طيب شهر فات السهم كان وصل لفين واخباره كانت ايه. فهنا من 26 ديسمبر لحد 23 يناير كان أعلى ارتفاع له هنا أهو، يوم الثلاث 19 يناير كان أغلق على 44، 44 ده أعلى سعر، وأقل سعر وصل له هتلاقيه هنا أهو كان 4.35، ده في 3 يناير 21. ده بالنسبة للسهم. ممكن برضو تجيب هنا السهم كان ده السهم القيمة الاسمية والقيمة السوقية. طيب عايز تعرف السهم ده اعلى واقل سعر وصل له في 3 شهور، فبتجيب هنا 3 شهور تضغط عليها فبيطلع لك هنا السهم اهو. تعالى مع بعض كده، اعلى سعر هنا في النقطة دي كان 6 ديسمبر 2020 4.8، وكان أقل حاجة 4، يعني تقدر تقول إن السهم ده بيصل أقل حاجة وصل لها لـ4 أو أدنى سعر 4، وأعلى سعر كان 4.8 في الشهر اللي فات. 4 كان يوم الأحد 4.8، وكان هنا يوم الأربعة نوفمبر 4، يعني الفروق كانت بسيطة ما بين الارتفاع والانخفاض، الارتفاع والانخفاض. لا ده كان هنا، هنا كان 4 إغلاق، 4.8، 4.8. هنا برضو بيجيب لك السنين اللي فاتت الارتفاع والانخفاضات. طبعا 2019 كان محقق ارتفاعات، 2009 كان منخفض تماما اهو كويس. هنا بتعرف تحدد السهم وبتحدد امتى تشتري وبتحدد امكانيات السهم، لكن طبعا الاحسن ان انت بتجيب اخر شهر علشان تعرف السهم ده وصل لفين ولامتى. فعندك هنا أعلى نقطة هنا كان 44، وأقل نقطة هنا كان 4.35، يعني السهم ده تقدر تقول إنه ما بينزلش عن 4 وما بيطلعش عن 44. في الرينج ده أنت بتقدر تشتري، أو لو تضارب بتضارب في هذا الرينج ما بين 4 و 4.40. بكده بديتك فكرة عن إزاي تشتري سهم في الإمارات، وإزاي تحلل السهم وتشوف اخباره وتشوف اعلى سعر واقل سعر بالنسبه لاي سهم. في النهايه بتمنى ان اكون وصلت لك معلومه ولو بسيطه مع قناه شرح بسيط، اتمنى دعمنا، والى ان القاك فيديو اخر. اتمنى للجميع التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.